اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد، نجم النادي الاهلي السابق ومدرب منتخبنا، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني 2009. ازيك يا امير؟ والحمد لله على السلامه والف مبروك منتخب مصر 2009. حبيبي يا كابتن، انا سعيد جدا معاك وشكرا طبعا على الكلام ده، والله يبارك فيك وان شاء الله تبقى يعني بداية كويسة مع المنتخبات، وإن شاء الله نعمل جيل كويس منتخب إن شاء الله. أعتقد جيل 2009 جيل جيد. أنا عارف أنت عندك حراس مرمى جيدين في الفترة السابقة، قعدت تتفرج على 2007 وبعدين كابتن علاء قرر أن أنتوا تمسكوا في 2009 سواء أنت أو كابتن عبد الستار. الجهاز بالكامل. الجهاز بالكامل. شرح لنا شوية اللي حصل في هذا الأمر. والله يا كابتن، هو إحنا في من حوالي 3-4 شهور كده اترشحنا جهاز فني، طبعا كابتن حسين عبد اللطيف يعني مدير فني، وكابتن عبد الستار صبري، كان معانا كابتن طارق الصاوي. اوكي. وطبعا الصاوي اسماعيلي. اسماعيلي ومصري وكده. اه. وبعدين ما حصلش نصيب وكان مكمل معانا، جه معانا كابتن كريم ايمن، ده مدرب يبقى ليه مستقبل كبير. زد 2009. اه في زد في 2009، من المدربين الكويسين جدا. اشتغلنا شويه على 2007 حوالي 3-4 شهور. وبعدين اخترنا اللعيبه وكل حاجه، فجه طبعا موضوع الجهاز الفني للفريق الاول لما اتغير والتعديلات في اتحاد الكوره، كابتن علاء نبيل وكابتن محمد يوسف طبعا كان لهم استراتيجيه معينه، وان هم ليهم فكر معين، وان هم يعني قدروا كان في منتخب 2009 لسه ما اتكونش، واحنا كنا في 7. وبعد كده جه كابتن اسامه نبيه وشريف عبد الفضيل واعتقد عمر نور، كلهم يعني حاول مسكوا 2007 واحنا مسكنا 2009. جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن حسين عبد اللطيف، مديرين فنيين محترمين، كابتن عبد الستار صبري كان معانا ومعانا وما زال كابتن عبد الستار صبري طبعا قيمه كبيره، ومعانا كابتن كريم وانا ان شاء الله، وان شاء الله ابتدينا احنا حوالي بقى لنا حوالي بتاع 10 اسبوعين ثلاثه كده بنختار لعيبه 2009 في الجيل زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، جيل كويس جدا وده المستقبل، ويمكن هم كان لهم نظره معينه ان احنا جيل 2009 ليه مستقبل في اولمبياد وفي كاس عالم كاس افريقيا، فهم قالوا ان الجهاز الفني طبعا اللي احنا موجودين فيه ده عندهم رؤيه اكتر وعندهم وقت ان هم يطلعوا لنا اولاد كويسين، وهو ده المستقبل اللي جاي جيل 2009. عندكم حاجه قريب يا امير في 2009 ولا لسه الامور؟ انا بس قبل ما نكمل كلامنا خلوني اهنئ مجلس رابطه النقاد الرياضيين 2024، الرئيس الاستاذ حسن خلف الله، الف مبروك للاستاذ حسن خلف الله. نائب الرئيس الاستاذ احمد اسماعيل، الف مبروك طبعا. الاستاذ ايهاب شعبان امينا للصندوق، الف الف مبروك. اما الاعضاء الاستاذ هشام ابو حديد، والاستاذ هاني عبد الصبور، والاستاذ محمد صلاح، والاستاذ محمود المخبزي، والاستاذ عبد الحميد فراج، والاستاذ محمد غب. هذه الاسماء ستقود رابطه او النقاد الرياضيين خلال الفتره القادمه. مره اخرى الف مبروك لاستاذنا الاستاذ حسن خلف الله، رئاسته لمجلس رابطه النقاد الرياضيين، ومعاه مجموعه رائعه. ان شاء الله يكون هذا المجلس خير سند لزملائه خلال الفتره القادمه. بس يا كابتن، هو طبعا يعني ان شاء الله عندنا وقت، مفيش ارتباطات دلوقتي، ولكن احنا دلوقتي في تكوين الفريق، وانت عارف كابتن اسلام لما بتكون فريق او منتخب بنروح وبنيجي، بنسافر، لان احنا عندنا يمكن الكابتن كريم ايمن طبعا كان ماسك زد فعارف كتير في 2009، ساعدنا في حاجات كتير، ولكن ان شاء الله نكمل، وعندنا ماتشات لسه كنا بنتفرج على ماتشات، وكان في النهارده ماتشات حتى في يعني بعيد عن مستوى الجمهوريه اللي هم يعتبر القاهره او جيزه او كده، رحتوا اتفرجتوا. وعندنا في ماتش مستنيينه اللي هو فاركو، النادي فاركو نادي الاتحاد السكندري برضو نهائي اعتقد في اسكندريه، يعني احنا بنتابع بنحاول نتابع في لعبة في الجونه كويسه، في رحنا دجله وسموحه، فطبيعي ان احنا لازم نشوف عينينا، يعني لازم تشوف اللعيبه كلها، وفي نفس الوقت مش هنعتمد على السمع بس، لازم هنروح نشوف طبعا، وفي نفس وفي نفس الوقت لازم الولد حق علينا ان احنا نروح نشوف كل، حتى هنسافر الصعيد ان شاء الله في بلان محطوطه ضروري مع كابتن علاء وكابتن حسين، ان احنا ان شاء الله وكابتن محمد يوسف ان احنا ان شاء الله هنسافر الصعيد وهنسافر الدقهليه وهنسافر اسكندريه، وهنعمل منتخبات مصغره، منتخبات قاهره او اسكندريه، بحيث ان احنا نقدر نبص على الولاد كويس عشان ان شاء الله يبقى في يعني قوام كويس جدا. تالي يا امير، السن ده بتروح وتيجي في يعني طالما ما عندكش طبيعي. اي امور هذه الفتره، ليه ما يبقاش عندك كل شهر؟ ما اعرفش طبعا، دي خطه لكابتن علاء نبيل والكابتن حسين مع بعض، معاهم كابتن محمد يوسف طبعا،
لماذا لا يكون هناك مثلا تجمع اسبوعي لعدد زي ما انت بتقول كده؟ النهارده هجيب 20 واحد. اعتقد 2009 و2007 و2005 يتحملوا مثل هذه الامور. هي. اللي هو ايه؟ خمسه لا عشان عنده ارتباطات، لكن تسعه في ثمانيه كمان وثمانيه ما عندكوش ارتباطات، لكن تقدر تاخد كل شهر او كل اسبوعين ثلاثه 20 25 لعيب، وبالتالي تقدر تغطي مصر كلها مثلا بقى. ويبقى عندك قاعده بقى. انت بتقعد مش انت يعني الجهاز بيقعد يكتب صحيح. واحد اتنين تلاتة وكذا، انت بالنسبه لك بتكتب عندي 10 حراس رقم صحيح. واحد كذا رقم اتنين كذا رقم صحيح. تلاتة كذا، وبعدين ممكن تلاقي رقم تسعة بقى رقم اتنين. فتيقلي السن ده كده. بص يا كابتن، هو طبعا في استراتيجيه يعني كلام حضرتك صح 100%، وده اللي احنا ان شاء الله في البلان محطوطه. عندنا اجتماع ان شاء الله يوم الخميس، وده اللي الكابتن حسين عبد اللطيف وكابتن عبد الستار وكابتن كريم عملناه واتكلمنا فيه، ان احنا ان شاء الله في رمضان عندنا تجمع ان شاء الله في اول اسبوع في رمضان، مختارين مش 27 كمان يا كابتن اسلام او حاجه 20، احنا مختارين حوالي حاجه 40 لاعب، وفي اكتر من حوالي 6 7 حراس مرمى. في استراتيجيه معموله على المستوى البعيد للمنتخب ده، ان عنده اولمبياد وكاس عالم زي ما انت حضرتك وكاس افريقيا، فكل حاجه مدروسه وكل حاجه ان شاء الله باذن الله ليها القاعده بتاعتها، زي ما الجهاز الفني او احنا عندنا استراتيجيه وعندنا لازم يبقى عندنا قاعده من اللعيبه، لازم يبقى عندنا قاعده من الحراس، وده اللي انا بختار فيه طبعا. وبشوف وبسمع وبتابع مع المدربين، لان طبعا يا كابتن اسلام انت عارف السن ده في متغيرات كبيره جدا حقيقي. السن وانت الولد في السن ده شهرين ثلاثه بتلاقيه اختلف، فبالتالي لازم في حاجات، وفي ولاد اعتقد ان هم جسمهم او الحته اللي هي البدنيه فيهم بيبقى مميزه عن حد، ممكن اللي جسمه قليل دوت بعد فتره تلاقيه هو اللي كبر، مستوى ما بيبقاش ثابت 100% في السن دوت. احنا عاملين حسابنا لكل الكلام دوت، وحاجات هنبني عليها ان شاء الله باذن الله، لان عندنا وقت فنقدر نتفرج. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا كل فتره بنختار حوالي 30 40 لاعب كويس جدا دي على فكره، وهنشوفهم وهنيجي فتره الصبح وبعدين يعني ما عنديش مشكله. انا وجهه نظري يا امير برضو طبعا، وانتم ادرى كابتن حسين ومعاه المجموعه ادرى في هذا الامر، خدوا 30 واحد واقعدوا بيهم اسبوع صحيح، بحيث ان انت تشوفهم مره واثنين وثلاثه صحيح، 30 اللي بعدهم يبقى عندك 200 300 400 واحد صحيح، شفتهم كلهم صحيح. وبعدين تختار ال 200 دول تخليهم 100 وال 100 تخليهم 50 صحيح، وبالتالي تبقى مركز في ال 50 صحيح، مش هتجيبهم لكن هتجيب 30 حد حصل له حاجه او مستوى نزل هتجيب من ال 20 اللي فاضلين صحيح. تيقلي وفي لعيبه مصابه، يعني في لعيبه احنا شفناها للاسف اتعوروا في الماتشات الاخيره، لعيبه مميزه جدا اكيد برضو بقى ليهم دور الفتره الجايه أيوه. في ولاد عينينا عليهم اوريدي كانوا ماشيين بشكل كويس، لعبوا دوره زد كانت بطوله كبيره جدا، ولاد لعبوا في حارس خد احسن حارس اسمه مالك في نادي الزمالك حارس مميز، عندنا حراس مرمى كويسين، عندنا لعيبه كويسه جدا، فانا شايف ان الولاد دول هيبقى ليهم مستقبل كبير جدا، وده اللي احنا بنعمله ان احنا ان شاء الله باذن الله كل فتره كده هنختار 30 40 لاعب ونبتدي هيك. نبص ونصفيهم واحنا عارفين كويس قوي يا كابتن اسلام ان الولد مش هتلاقي مستوى ثابت، هتلاقي مستوى ممكن النهارده يبقى كويس ممكن بكره ما يبقاش كويس، ولكن في الـ 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 العمود الفقري بتاع المنتخب احنا حاطين ايدينا عليه وعارفينهم كويس، شفنا فيديوهات ليهم، كابتن كريم متابع، كابتن عبد الستار كان متابع، كابتن حسين متابع، واحنا نفس القصه، بس احنا كنا مشغولين شويه بسبعه، ولكن احنا عندنا درايه. يمكن انا كمان كنت وانا موجود في البنك الاهلي كنت مشرف على حراس مرمى، فكنت بتابع الماتشات كلها لان يعني الحراس كلها لازم اتابع، فبالتالي عارف اللعيبه في 2009، وكذلك كابتن عبد الستار وكابتن حسين، وطبعا الكابتن كريم ساعدنا في ده بشكل كبير جدا، ومستمرين عندنا اجتماع ان شاء الله بعد بكره، وان شاء الله في اول رمضان باذن الله.